السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. شوفوا تلقيح الملكة اليوم فقط، لذلك دائما ننصحوا، شوفوا هاي تعاود ترجع للخلية، هاي دخلت للخلية. ننصحوا دائما عندما يكون هناك يعني صحوة بعد الأمطار لا تتفقد الخلايا، يعني اترك على الأقل يوم، واليوم الثاني ابدأ افحص. مثلا هذه راهي تلقحت غير اليوم، برك مع الشمس هذه تلقحت اليوم، كثرة الفحص راهي مشكل. الآن راني شفت باللي العضو تاع الذكر راه لاصق فيها، معناه انه راهي تلقحت اليوم برك، يعني ممكن ما عندهاش بزاف من اللي تلقحت، خلاص هنا نغلق على النوية ونخليها. الآن راني شفتها، إن شاء الله يكون تلقيح سليمة، مش معناها تلقحت خلاص، وإنما إن شاء الله يكون تلقيح سليم. هذه نعطيها درك الكاندي، جبت لها الكاندي، يعني قطع صغيرة فقط، هاي نعطيها الكاندي ونخليها. شكرا لكم، إلى اللقاء.